اهلا بحضراتكم. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمناقشه اليات تحفيز المزارعين لزراعه المحاصيل المستهدفه وكمان تفعيل الزراعات التعاقديه. طبعا احنا لازم نعرف ايه الهدف من هذه الاليات، نعرف الساده المشاهدين، هو وضع خطه علميه مدروسه لتحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا دكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزاره الزراعه. دكتور علي صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، سياده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اليات لتحفيز المزارعين لزراعه اهم المحاصيل اللي احنا في حاجه ليها، اللي هي المحاصيل المستهدفه والزراعات التعاقديه. عايزين شرح من حضرتك لهذه الاليات. تمام. هو طبعا في البدايه فيه طبعا اهتمام كبير من القياده السياسيه بالقطاع الزراعه والساده المزارعين. فطبعا في العديد من الاليات اللي احنا بنستخدمها عشان نحفز الساده المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجيه اللي بترعاها الدوله. فمن هذه الاليات اول حاجه السياسه السعريه. فاحنا بنوضع قبل ميعاد الزراعه بوقت كافي، بنعلن عن اسعار مجزيه للمحاصيل الاستراتيجيه بحيث ان المزارع يتخذ قراره بانه يتوسع في زراعه هذه المحاصيل. وده تم بالفعل الفتره الاخيره استعدادا للموسم الشتوي اللي هو الجديد، يعني ان شاء الله اللي هو 23-24. تم الاتفاق وزاره الزراعه مع مصانع انتاج السكر في مصر، وتم الاعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن للموسم اللي جاي. للموسم البنجر بدا زراعته بالفعل. البنجر بدا زراعته. طب اللي قبله كان كام؟ كان حوالي 1200. كان حوالي 1200، فبالاضافه ايضا 1500 هذا العام، بالاضافه للعديد من الحوافز اللي بيتم تقديمها للساده المزارعين من مصانع بنجر السكر ده بالتنسيق مع وزاره الزراعه. يعني بنقدم لهم التقاوي بالمجان، بنقدم لهم الخدمه الاليه ايضا بالمجان، بنساعدهم في حاجات كتير جدا في خدمه المحصول بسعر التكلفه او بالمجان بشكل كبير. ايضا بندرس حاليا في الوقت الحالي ان احنا نحدد سعر الضمان ونعلنه لمحصول القمح. جال التنسيق حاليا ما بين وزاره الزراعه واصلاح الاراضي مع الوزير السيد القصير ومع الوزير التموين، ان احنا بندرس حاليا يعني السعر اللي احنا نقترحه ان شاء الله للساده المزارعين عشان نعلن عنه في القريب العاجل باذن الله، وهيكون برضك ان شاء الله سعر مجزي ومحفز للساده المزارعين للتوسع في زراعه محصول القمح. ايضا بنقدم ايضا التقاوي الجيده للساده المزارعين. على سبيل المثال احنا هذا العام موفرين حوالي 100% من احتياجات المزارعين من تقاوي القمح باسعار يمكن بسعر التكلفه. وتم تخفيض السعر، كان 650 جنيه للشكاره وزن 30 كيلو، تم تخفيضها الى حوالي 550 جنيه فقط. وبيتم توفير هذه التقاوي للساده المزارعين في وفقا للخريطه الصنفيه لكل محافظه. ايضا بنعمل حملات ارشاديه للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجيه، دي بتكون في الحقول بتاع الساده المزارعين بحيث نعرفهم بالممارسات الزراعيه الجيده اللي هتؤدي الى زياده الانتاجيه والانتاج. ايضا اهم حاجه بقى اللي هو محصول الاسمده الكيماويه. احنا بنوفر للساده المزارعين الاسمده الكيماويه، يعني شكاره اليوريا بحوالي 240 جنيه، سعرها في السوق العالمي حوالي 650 جنيه، بنوفرها للساده المزارعين بحوالي ثلثها في السعر في السوق. موجوده في الجامعات الزراعيه؟ ايوه موجوده. يعني طبعا دلوقتي فتره ما فيش محاصيل، يعني بنحصد المحصول الصيفي ولسه قدامنا حوالي شهرين كده على ما نزرع القمح، فاحنا بنجهز هذه الاسمده في الوقت الحالي، وان شاء الله في قبل ميعاد زراعه بوقت كافي هتكون متاحه للساده المزارعين. وايضا بنسهل عمليه استلام المحصول من الساده المزارعين من خلال ان احنا بنوفر نقاط كثيره جدا لاستلام المحصول من الساده المزارعين، وبنحاول ندفع ثمن المحصول خلال 48 ساعه كحد اقصى. انا لفت نظري حاجه في كلام حضرتك، انا كنت متخيله ان انا هتكلم عن المحاصيل اكتر وحاجات كده، لكن حضرتك وانت بتتكلم قلت عن اسعار الشكاير بتاعه سواء كانت الاسمده او التقاوي. حضرتك بتقول ان حصل تخفيض في سعر احد الاشياء، وصل سعرها لاقل من سعرها العام الماضي في الوقت اللي كل حاجه فيه بتزيد وبشده. طبعا. عالميا. طبعا. التخفيض ده حصل ازاي؟ وده مزيد من الدعم بيقدم للمزارعين؟ ما طبعا سيادتي زي ما قلت لحضرتك احنا في اهتمام كبير جدا بالساده المزارعين وقطاع الزراعه، فاحنا بنحاول نوفر لهم مستلزمات انتاج بسعر التكلفه واقل من اسعارها في السوق المحليه والسوق العالميه. زي ما سيادتك قلت يعني التقاوي القمح بالشكاره 30 كيلو بحوالي 550 جنيه، الاسمده زي ما قلت سيادتك حوالي ثلث سعرها في السوق العالمي، فكل ده دعم للساده المزارعين بحيث ان هم يعني اهم عنصرين اللي هي التقاوي والاسمده الكيماويه، بحيث الساده المزارعين يعني يدوا المحصول التقاوي اللي هي المناسبه ليه والاسمده المناسبه وفي التوقيتات المناسبه بجوده عاليه، بحيث في النهايه يحصل على منتج عالي
يرفع مستوى دخله ويحسن مستوى معيشته، وفي النهايه ينعكس زياده الانتاج على المستوى الكلي ونرفع نسبه الاكتفاء الذاتي هنا ونحد الاستيراد من الخارج. عظيم. احنا ازاي يا فندم ممكن نحدد سعر محصول من المحاصيل الزراعيه؟ على اي اساس مثلا بنحدد؟ تمام. هو طبعا سيادتك عشان نحدد سعر في بناخد مجموعه عوامل في الاعتبار. اول حاجه الاسعار العالميه بنشوف شكلها ايه، ايضا بنشوف تكاليف الانتاج بتاع المحصول، العائد من المحاصيل المنافسه لهذا المحصول، السعر المتداول حاليا في السوق للمحصول ايضا. فبناخد كل هذه العوامل في الاعتبار ونطلع بسعر يكون مجزي بحيث امنع علينا والساده المزارعين اشجعهم ان هم يتوجهوا لزراعه المحاصيل اللي الدوله بترغبها واللي هي المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي ذات امن قومي زي ما قلت لحضرتك زي القمح وبنجر السكر اللي هم في الموسم الشتوي القادم. صحيح. وحتى لو مستلزمات الزراعه ما زادتش فدايما في توجه من الدوله بشكل عام ل دعم المواطنين عشان غلاء المعيشه طبعا، حتى لو مستلزمات الزراعه نفسها كاسمده وده ما زادتش في السعر تمام، فاحنا محتاجين دعم للمزارع عشان يتوسع اكتر. بالظبط زي ما سيادتك قلت، احنا في هدفنا في النهايه نوفر السلعه للساده المواطنين بسعر مناسب. فاحنا بنحاول نوفر زي ما قلت سيادتك التقاوي الجيده والحملات القوميه والممارسات الزراعيه الجيده اللي هي تزود الانتاجيه، وما الانتاجيه تزيد هتخفض تكلفه الوحده المنتجه، فبالتالي والمحصيل الاستراتيجيه بالذات زي القمح وبنجر السكر مفيش وسطاء، الحكومه بتسلمها مباشره، فبالتالي ما بعرضها للساده المواطنين، بعرضها بسعر مناسب عشان اخفض من التضخم واخفض من الاعباء المعيشيه على الساده المواطنين بشكل عام. طيب فكره ان كل محصول نحدد له مساحه في الارض، يعني هل في خطه مبدئيه كده الوزاره بتبقى حطاها انه تحديد مساحات لكل محصول بعيدا بقى عن المواسم المختلفه للمحاصيل؟ طبعا. وطبعا سيادتك اللي بيحددنا بشكل رئيسي في الاساس الموارد الزراعية المتاحة، الأرض ومياه الري، على هذا الأساس بحدد أنا هزرع إيه وأتوسع في المحاصيل وهكذا. فالمحددين الرئيسيين زي ما قلت سيادتك الأرض ومياه الري. بعد كده بقى أنا عشان أحدد أي محصول مساحة أي محصول ما بحددهاش كده، ده أنا باخد في الاعتبار الأوضاع العالمي شكله إيه بالسلع ديت، يعني في أزمات في القمح على مستوى العالم فلازم أتوسع هنا في القمح، في مشكلة في العالم في السكر لازم أتوسع هنا في إنتاج السكر، في مشكلة مثلا في اللحوم الحمراء فلازم اتوسع هنا في اللحوم الحمراء. فانا باخد الاوضاع العالميه الاول، والناحيه الثانيه بقى بخش هنا عندي هنا داخل جمهوريه مصر العربيه انا عاوز اوصل قد ايه اكتفاء ذاتي من السلع ديت. فعلى هذا الاساس نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفه بحاول اترجمها لانتاج، بحاول اترجمها لانتاجيات، بحاول اترجمها لمساحات مستهدفه. ايضا احتياجات ايه من التصدير، انا عاوز اصدر كميات قد ايه، فايضا بدرس احتياجات السوق المحلي واحتياجات السوق الخارجي، وعلى هذا الاساس بحدد المساحات اللي هي تلبي احتياجات السوق المحلي وتحقق فائض يتم تصديره الى الخارج. ايضا المحاصيل الذاتيه عاوز اوصل فيها ايه، الثروه الحيوانيه لازم اعمل حسابها. صحيح. في عندنا خطه في الاعلاف، فطبعا في خطه شامله واخده جميع عناصر الانتاج الزراعي في مصر. فزي ما قلت على هذا الاساس بشوف احتياجاتي من الاعلاف، احتياجاتنا من الحبوب، احتياجاتنا من اللحوم، احتياجاتنا من السكر، احتياجاتنا من السلع المختلفه في ضوء الموارد المتاحه عندي سواء ارض او مياه ري، بعمل خريطه معينه ان انا في ضوءها اقول والله العظيم هزرع السنه دي قد كده قمح قد كده بنجر وهكذا. عظيم جدا. المساحه المزروعه في مصر وصلت قد ايه دلوقتي؟ هي العام اللي احنا فيه حاليا وصلت الحمد لله 9.8، وان شاء الله الموسم القادم باذن الله 9.8 ايه؟ مليون فدان. مليون فدان. الموسم القادم ان شاء الله اللي هو هنبتدي زراعته يعني كمان شهر كده باذن الله بالكثير عن شهرين، هتبقى ان شاء الله نوصل مستهدفين نوصل 10 مليون فدان. عظيم. احنا زدنا عن السنه اللي فاتت اكيد. طبعا احنا العام الماضي كنا حوالي 9.7، فاحنا هذا العام ان شاء الله وصلنا 9.8، والعام القادم ان شاء الله موصلين يعني في 100,000 فدان تم اضافتهم هذا العام، وان شاء الله يتم اضافه 200,000 حد ادنى هذا العام، وان شاء الله يبقى في اكتر كمان، دي نتيجه المشروعات القوميه الكبرى اللي احنا شغالين فيها في اصلاح الاراضي زي مستقبل مصر، زي تشكى الخير، زي شرق العوينات، زي مشروع المليون نصف المليون فدان، كل هذه مشروعات قوميه بيتم استصلاح فيها اراضي جديده باستمرار ويتم التوسع في زراعتها، فدي ان شاء الله بتضيف رقعه جديده للاراضي الزراعيه، وان شاء الله نوصل يعني ل 10 مليون فدان هذا العام، مستهدفين يعني على عام 25 نوصل يعني مساحات اكثر من كده، وعام 30 ان شاء الله ممكن نوصل 12 مليون فدان عام 2030 ان شاء الله. فكرة مش بس دعم التقاوي وفكرة مش بس دعم الأسمدة، لا فكرة الاستثمار كمان في آلات الزراعة، يعني في آلات زراعة حديثة وميكان حديثة، إزاي نقدر نجتذب استثمارات وإحنا كمان ندعم الناس اللي بتبقى شغالة في الحاجات دي؟ تمام. هو طبعا زي ما سيادتك قلت احنا عندنا في وزارة الزراعة قطاع الخدمة الآلية
فهذا القطاع منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، ولديه الآلات الحديثة واللي بتناسب جميع الزراعات، سواء في عمليات الزراعة أو في عمليات الخدمة المختلفة وعمليات الحصاد. وفي طلب دلوقتي متزايد على الخدمة الآلية، لأن هي يعني بتوفر في التقاوي، بتوفر في مستلزمات الإنتاج، وأيضا بتخفض الفاقد أثناء الحصاد. ففي توجه كبير في الوقت الحالي إن احنا نوسع الاستثمارات، سواء كقطاع وزارة الزراعة أو القطاع الخاص بشكل عام، لأن قطاع الزراعة بشكل عام قطاع خاص. فإحنا بنعمل حاجات استرشادية، والقطاع الخاص يعني بيتوسع، عشان احنا في توجه دلوقتي احنا نساعد القطاع الخاص انه يعني يتوسع ونفتح له المجال في المشروعات الزراعيه المختلفه، ومنها التوسع في استثمار في الالات الزراعيه بصفته قريب من الساده المزارعين في القرى بتاعتهم يعني. عظيم. طيب هل الاسعار اللي بتحددوها لاي من المحاصيل الزراعيه بيبقى سعر استرشادي ولا بيبقى سعر ثابت؟ استرشادي بمعنى ان هو يبقى مرن. تمام. هو سيادتك سعره ضمان. يعني ايه سعر ضمان؟ سعر ضمان بضمن للساده المزارعين حد ادنى هذا السعر. لو الاسعار العالميه انخفضت، الاسعار بقت كلها في انت مش خسران، انخفضت انا حد ادنى هاخد منك، هستلم منك المحصول بهذا السعر. الاسعار العالميه ارتفعت والاسعار بشكل عام ارتفعت، هاخد منك بالسعر الاعلى وقت الحصاد. فانت كسبان بزياده. بزياده. يعني انت مش هتخسر وهتكسب بزياده لو الاسعار العالميه ارتفعت. بالظبط. وسيادتك حصل هذا العام في محصول القمح، احنا في بدايه الموسم اعلنا العام الماضي يعني عن 1000 جنيه قبل ميعاد الزراعه، ثم بعد ذلك جت توجيهات من القيادة السياسية ان احنا يبقى نخليه 1250 جنيه، ثم بعد قبل الحصاد وصلنا السعر لحوالي 1500 جنيه للارداب بالفعل. فهذا الموضوع تم تطبيقه بالفعل، واحنا بنضمن سعر حد ادنى للساده المزارعين، فضوءه بيحدد التكاليف بتاعته والعوائد ويتوجه لزراعه هذا المحصول، وبنضمن له تسويق المحصول ايضا. يعني بنضمن له سعر مجزي ودخل كويس، وفي نفس الوقت بيضمن تسويق المحصول بتاعه، وخاصة المحصول الاستراتيجية بتاخدها الدولة زي القمح، البنجر، وقصب السكر بالسيم، والمصانع السكر، وهكذا. من ضمن الخدمات اللي بتقدمها وزارة الزراعة وكمان المكاتب الزراعية المختلفة كانت موجودة الحقول الإرشادية أو الاستشادية. تمام. دي أعتقد نوع مختلف من أنواع الدعم، مش لازم الدعم أن أنا أقدم خدمة. تمام. فلوس أو أن أنا أقلل، لا، أعتقد أن أنا أوريه إزاي يزرع. بالظبط. ده في حد ذاته دعم انه يطلع انتاجيه كبيره. دعم فني. طبعا سيادتك احنا عندنا في وزاره الزراعه والصحه الاراضي الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح، الحمله القوميه للنهوض بمحصول الذره الشاميه، الحمله القوميه للنهوض بمحصول الارز، الحمله القوميه للنهوض بمحصول القطن. كل هذه الحملات حملات ارشاديه، بناخد حقول ارشاديه وتم زيادتها العام الماضي، يعني تم مضاعفه الحقول الارشاديه في محصول القمح العام الماضي. وان شاء الله مستهدف ان احنا نتوسع فيها اكتر، لان هذه الحملات لها دور كبير جدا في تحسين الانتاجيه وزياده الانتاج وزياده دخول الساده المزارعين، من خلال ان احنا بناخد حقول ارشاديه يعني في كل قريه عدد معين من الحقول في اماكن بارزه، ونطبق فيها الممارسات الزراعيه الجيده منذ بدايه الزراعه حتى الحصاد. فبيكون الجيران بتاع هذا المزارع بتاع الحقل الارشادي بيجوا يشوفوا هذا، شايف، ويروحوا يقلدوا في الحقول بتاعتهم، وهذه الحقول بتجيب انتاجيه عاليه جدا. يعني احنا مثلا متوسط انتاجيه القمح من 19 متوسط عام اصل الجمهوريه من 19 ل 20 ارداب للفدان، الحقول الارشاديه بتجيب 24 و26. فاحنا لو توسعنا ما بنتوسع في هذه الحقول فبيجيب نتائج، هو اللي كسبان، هو المزارع هو اللي كسبان. لكن احنا طبعا ايه يعني دوره يعني حقه علينا ان احنا نعرفه مؤسسات الزراعه الجيده ونعملها قدام عينيه عشان يشوف بعينيه، وتوفر ايضا في تكلفه الانتاج، بتوفر في التقاوي، بتخفض الفاقد اثناء الحصاد، بتخفض تكلفه المقاومه بالافات نتيجه ان احنا بنحافظ على المحصول يعني ما يبقاش عرضه للافات. فهذه الحقول الارشاديه احنا بنتوسع فيها بشكل كبير وبتجيب نتائج معانا كويسه ان شاء الله، ومزارعين في استجابه كبيره ليها يعني. طيب عظيم جدا. بالنسبه للمحصول من المحاصيل المهمه جدا هو محصول الرز. تمام. الرز من المحاصيل اللي بتستهلك ميه كتير جدا. تمام. وده معروف، وفي خطه من الوزاره ان محددين المحافظات اللي بتزرع رز، مش تمام ده معروف يعني بالنسبه للمحافظات اللي بتزرع رز، عشان نقلل كميه المياه المستخدمه. مع التطور التكنولوجي اللي احنا شايفينه والاستنباط اصناف جديده، هل من الممكن نشوف مثلا صنف جديد من رز ما يستهلكش هذه الكميه الكبيره من المياه؟ هو بالفعل مركز البحوث الزراعيه انتج العديد من الاصناف اللي هي السوبر و
بتخفض استهلاك المياه بشكل كبير. يعني مثلا احنا متوسط احتياجات الفدان من الارز حوالي 6000 متر مكعب. الاصناف الجديده اللي احنا عملناها في الوقت الحالي ممكن تجيب 4.5، ممكن تجيب يعني تاخد 4.5 4500 يعني متر مكعب، وممكن توصل لاربعه ان شاء الله تعالى باذن الله. وبتجيب انتاجيه عاليه، يعني هي بتاخد ميه اقل وبتجيب انتاجيه عاليه وبتقعد مده قصيره في الارض. فاحنا بالفعل ماشيين في هذا الاتجاه وقطعنا فيه شوط كبير. وطبعا يعني وزاره الزراعه واحد علماء مركز بحوث زراعيه خد جائزه العام الماضي نتيجه الاصناف الجديده اللي هي مرشده لاستهلاك مياه الري. والرز المصري مميز كمان. طبعا الرز المصري مميز. وفي كمان بقى يعني احنا شفنا في الفتره الاخيره ان دوله الهند قامت بمنع تصدير الارز غير البسماتي الى الخارج، وفرضت رسوم تصدير على الارز اللي هو البسماتي بحد ادنى 1200 جنيه دولار للطن. فده ادى الى ارتفاع الاسعار العالميه بشكل كبير للارز. لكن احنا لاحظنا هنا في الفتره الاخيره انخفاض اسعار الارز، من يعني الارز السايب كان حوالي 30 جنيه دلوقتي بنتكلم في حوالي 20 جنيه، الارز المعبق كان وصل 35 جنيه، ديوت الخمسه وصل حوالي 25 جنيه ويمكن اقل كمان. ده نتيجه وفره الانتاج عندنا هنا في جمهوريه مصر العربيه. يعني الاسعار العالميه بتاع الارز استفعت الاسعار قمم تاريخيه. احنا في مصر هنا الحمد لله الاسعار الارز بشكل خاص بدات تنخفض نتيجه وفره الانتاج ونتيجه زياده الانتاجيه ونتيجه الحملات القوميه اللي احنا بننشرها لدى الساده المزارعين. هل بيبقى في تنسيق ما بين المزارعين، ايه بيتزرع بايه جنب ايه، ولا او جمعيات الارشاد الزراعي ممكن تتدخل في حاجه زي كده، ولا كل مزارع مستقل تماما هو بيقرر يزرع ايه؟ في محاصيل ممكن تاثر على بعض في زراعتها؟ هو طبعا سيادتك يعني كان حتى قبل منتصف الثمانينات كان في حاجه اسمها الدوله الزراعيه، وكان كل حوض معين كده بيزرع محصول معين. نتيجه بقى ان احنا منذ منتصف الثمانينات حررنا قطاع الزراعه وسيبنا المزارع يزرع المحصول بقى اللي في هو تفتيت للارض. يعني بقى كل مزارع يعني يزرع المحصول اللي هو بيرغب فيه وحاجات زي كده وفقا للعوائد وحاجات زي كده. فبقى في الظاهره اللي سيادتك بتقولي عليها دي كده. فاحنا واخدين على عاتقنا في وزاره الزراعه هذا العام ان احنا نرجع الدوره الزراعيه مره اخرى، بحيث كل حوض معين يلتزم بزراعه محصول معين، بحيث يبقى في تسهيل لعمليه الخدمه، عمليه الري، كميه الميه، شكل التسميد، الحشرات اللي بتقاوم، كل الكلام ده يبقى موحد على مستوى المكان. بالظبط على كل حوض معين. فاحنا بالفعل بدانا في يعني مستهدفين هذا الاتجاه لعوده للدوره الزراعيه مره اخرى في الموسم القمح القادم ان شاء الله، الشتاء القادم باذن الله، وان شاء الله يلاقي نجاح كبير لدى الساده المزارعين، لان ده حق لهم هم للساده المزارعين، مكاسب كتيره جدا. يعني هيبقى خدمه المحصول بشكل واحد زي ما سالتك قلتي، مسهوله استخدام الالات، لان المساحات اللي هي المفتتة والصغيره ديت بقى فيها صعوبه نستخدم فيها الالات، لكن احنا نستخدم بشكل جماعي وحوض واحد ومساحات كبيره وحاجات زي كده، هيبقى في سهوله ان استخدم الالات وان انا ازود الانتاجيه بتاعتي. وده في النهايه هنعكس على دخول الساده المزارعين والانتاج القومي بكل تاكيد. ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تنعكس كمان على زياده الانتاجيه القرار اللي اتخذه سياده الرئيس من يومين باسقاط الديون عن بعض المزارعين. بالظبط، اللي هم الساده المتعاملين مع هيئه التعمير. فان شاء الله يعني ينعكس بشكل ايجابي وشكل جيد، وكلها اخبار مفرحه والقادم افضل ان شاء الله تعالى باذن الله، يعني في ظل القياده السياسيه وان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك دكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزاره الزراعه، نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك.